طلع انا مكشوف قنوات الدينية انا مكشوف. اقول لك انا سمعت ايه في احدى الاذاعات، انا واحد بيتكلم في اذاعه ويتلقى ردا عليها، وفي اذاعه المفروض انها معقوله يعني، حد بيتكلم بيسال راي الدين في قضيه علاقه بين رجل وبقره، مش ممكن الكلام بقره يعني مكشوف. اقول لك اكتر يعني طيب معقول ده؟